وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله يسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الدكتور متولي البراجيلي، أهلا ومرحبا يا دكتور. أهلا بك استاذ احمد، ربنا يبارك وفيكم، بارك الله رب العالمين ومتعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. ولك بمثل السادة المشاهدين. اللهم أمين يا رب العالمين. شيخي الكريم، المسألة 46 مما اختلف فيه وحوله الفقهاء. نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحلق شعر المولود في اليوم السابع مع طبعا مع العقيقة، فهل هذا الحلق خاص بالذكر دون الأنثى أم يشمل الاثنين شيخي الكريم؟ نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعله الحزن إذا شئت سهلا. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. والحديث عند أصحاب السنن يعني ترمزي وغيره حديث يعني صحيح. هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أمر فيه بعدة سنن، لأن ما في الحديث كله على الاستحباب عند الجمهور. أمر فيه بالعقيقة، وأمر فيه بالحلق، وأمر فيه بالتسمية. لماذا إذن اختلف أهل العلم في هل تدخل الأنثى في حلق شعر الرأس أم لا تدخل في حلق شعر الرأس؟ فوجدنا المالكية والشافعية قالوا إن الأنثى تستوي مع الذكر في حلق شعر الرأس، وبالتالي فقالوا أن البنت يحلق شعر رأسها في اليوم السابع مع العقيقة. وجدنا الحنابلة قالوا لا، إن الحلقة للذكر فقط دون الأنثى. على ماذا اعتمد المالكية والشافعية؟ اعتمدوا على الحديث وعلى القياس. أما الحديث ففيه أن فاطمة رضي الله عنها حلقت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وتصدقت بوزن شعورهم فضة. هذا الحديث ليس بصحيح، وبالتالي يبقى استبعد هذا الصحيح. موطأ مالك كان هو مرسل وضعفه أهل العلم، وبالتالي استبعد الحديث. القياس قاسوا، قالوا إن ما في الحديث من عقيقة ومن تسمية ومن حلق، وإن كان الحديث صدر بالغلام، والغلام يعني الولد الذكر دون الأنثى، فقالوا أنه ما ورد في الحديث يشترك فيه الذكر مع الأنثى. طالما البنت تشترك مع الولد في العقيقة، وإن اختلف في أن الولد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني إيه على الغلام شاتان مكافئتان وعن الجريشة، فقالوا لكن اشتركت البنت مع الولد في الذبح في العقيقة،
وإن اختلف فيه أن على الولد أن على الولد شاتين وأن على البنت إيه؟ شاة. وبالنسبة للتسمية فلابد أن تسمى البنت كما يسمى الولد. فقالوا لماذا إذن أنه لا ندخل أيضا ما ورد من الأمر بالحلق للبنت دون الولد؟ هذا ما سنعرفه بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أحمد؟ أهلا ومرحبا، الحمد لله رب العالمين، تفضل. والله السؤال الأول إن في بيجي في برنامج الندى بالنسبة لبناء المساجد، هل بناء المساجد أفضل ولا التبرع للناس اللي هم بيجوا مش لاقيين أكل ومش لاقيين مسكن، أنهي الأصلح فيهم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة للناس اللي هم بيخللوا البلح، يعني بيحطوا خل على البلح عشان يرطب قبل معاله، هل ده جائز ولا لا يعتبر غش؟ حاضر. والسؤال الثالث، أنا عندي ولد يبلغ من العمر 20 سنة ما شاء الله، وأنه لا يعمل، يعني كل ما أقوله ابحث عمل يروح عمل وما يستمرش فيه، وأنا راجل على المعاش، فهل من حقي إن أنا أجهز له الشقة بتاعته عشان يتجوز؟ حاضر. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مرحبا الشيخ، بارك الله فيك. الله خيرك. حديث الشيخ من فاته أكثر وأكثر من واجب نجبة الحج عليه أكثر من دم، يعني يعود دم، يعني بس من فاته أكثر من واجب نجبة الحج عليه أكثر من دم، ولا هو الدم يعني مترك في الأكثر من واجب؟ السؤال الثاني، هل يستحب للحاج أن نكتب وصية يعني عليه كذا وكذا من الديون، وهذا لا يجوز يعني يتركها الأهل قبل أن يسافر؟ حاضر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل معنا اتصال آخر؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، نعود للاتصال، بارك الله فيكم. نعم شيخي الكريم، توقفنا عند لماذا لم يدرك العلماء الأنثى في الحلق في اليوم السابع مع مثل الذكر، يعني هذا بالنسبة للحنابلة. الحنابلة نعم. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال الشافعية والمالكية ومن أخذ يعني من كان على مثل رأيهما، طالما اشتركت البنت مع الولد في الذبح وفي التسمية فلماذا لا تشترك مع الولد أيضا في الحلق؟ تمام. الحنابلة قالوا إن الحديث نعم كل غلام مرتهن بعقيقته، قالوا الحديث في الذكر، ومسألة العق ورد في نصوص أخرى كالحديث الذي ذكرناه إنه عن الولد شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، فقالوا العقيقة وردت، ورغم أنه يعني الاشتراك هنا، لكن فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين ما يذبح للولد وما يذبح للبنت، وقالوا إن التسمية لابد لكل أحد أن يسمى، فقالوا نبقى على الأصل. الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن حلق شعر الأنثى، فقال والحسن قال هو مثل، يعني ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن شعر حلق البنت أو الأنثى، وقال الحسن هو مثل يعني تغيير لخلق الله. فقالوا إنه في خلاف ما بين في المسألة دي، إنه عندنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن شعر حلق البنت، والشعر زينة، والبنت تختلف عن الولد في ذلك، والله سبحانه وتعالى قال عنها أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وأيضا لأنه زينة ففرق المشرع في النسك ما بين الرجل وما بين المرأة في الشعر، فبعد تمام النسك الرجل يحلق شعره كله، يتأخذ من أطراف الشعر قليلا يعني يحلق شعره كله أو يقصر من جميع شعره، لكن المرأة تأخذ يعني إيه قدر الأنملة من شعره، فقال هو فارقه فارق ما بين الرجل وما بين المرأة. فالحنابلة حملوا على ذلك وقالوا إنه الأصل أن البنت لا يحلق شعرها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلق شعرها، فلا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح، وليس بين أيدينا دليل صحيح. ف
فيبقى القول الآخر على القياس. والحقيقة أن المالكية والشافعية قاسوا مرتين، قاسوا الذهب على الفضة فقالوا يعني تصدق بوزن الشعر ذهب أو فضة، والحنابلة قصروه على الفضة. ولم يرد حديث فيما أعلم صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيه الذهب، وإنما كل الأحاديث التي وردت في الحلق ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيها الفضة. لكن هم قصوا قالوا إن كان فضة يعني إيه إنه من قياس الأولى أو بقياس الأولى لا مانع أن يتوسع في ذلك ويتصدق. الذهب أغلى الآن من الفضة يعني كثير. المشرع سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام في الأمور يعني يقول كذا أو كذا، لكن هنا لم يقل ذهب أو فضة رغم وجود الذهب أو الفضة، لأنه ربما الناس مع ارتفاع سعر الذهب لا يطبقون هذه السنة. لكن آية قريبة المنال قريبة. نعم. فشوف سبحان الله يعني المشرع لا يشرع لزمانه فقط، إنما يشرع لإيه؟ ليوم القيامة. فلو أنه قال الذهب لأن تحتاجد يقول لك 2 جرام 3 جرام، شوف الجرام دلوقتي بكام يدفع له 2000 جنيه، مش مطبق السنة دي. لكن فضة الأمر قريب، فالشرع دائما لا يأتي إلا بالخير. فأنا مع الفضة مع عدم إنكار ما عليه يعني إيه العلماء الآخرين، ومع إنه الحلق يقتصر فيه على الولد خاصة إذا علمنا على المولود الذكر يعني الذكر على الذكر دون الأنثى، خاصة إذا علمنا أنهم كانوا في الجاهلية كما ورد في الحديث كان من عاداتهم إذا رد لهم ذكر فكانوا يذبحون ويلطخون شعر رأسه بالدم، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وأمر كانوا لا يفعلون ذلك مع الولد دون البنت. تعرف الجاهلية يعني إيه ما كانوا يحبون يعني كأن البلد. في هذا العمل حلق الشعر للذكر وهو مولود في يوم سابعه مخالفة لهذه الأفعال الجاهلية نهى النبي عليه الصلاة والسلام مع التصدق بوزنه فضة أو ذهبا لمن استطاع. الذهب بقى ما احنا قلنا انه لم ترد في حديث، لكن لم ترد، لكن يعني من اراد ان يفعل هياخذ بقول المالكية والشافعية، لكن لم ترد في نص. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الذبح وعن تلطيخ الدماء واقر الذبح اللي هو العقيقة، وامر بحلق الشعر ويلطق رأس المولود بالزعفران بالعطر. يبقى هنا استبدل ما يعني ابقى على بعض اشياء واستبدل بعض الأشياء. يبقى إذن خلاصة المسألة أن المسألة فيها خلاف سائغ، وإن قلنا إحنا نرجح أنه الحلق يكون للأنثى دون الذكر، لكن لا ننكر الرأي الآخر ومن ذهب إليه. وإن قلنا أننا نرجح، وإن كانت مسألة الفضة والذهب ليست هي يعني محل البحث الآن، لكن أيضا قلنا نرجح الفضة، لكن لا ننكر أيضا على من قال بالذهب والفضة. الله أعلم. جزاكم الله خير دكتور متولي ونفعنا الله بعلمه. ربنا يبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أحمد؟ أهلا ومرحبا، الحمد لله رب العالمين، تفضل. إني أحبكم في الله. أحبك الله، ذي أحبتنا لأجله، جزاك الله خير. سلام للأخ متولي. ربنا يبارك فيك يا رب، جزاك الله خير. أنا عندي سؤالين إن شاء الله. نعم، تفضل. السؤال الأول، ما صحة من يقول يعني إذا الواحد خش يصلي في المسجد ما ينفعش يعمل إمام، يعني ما ينفعش يعمل مجموعة إلا لما يستأذن إمام المسجد؟ يعني زرت واحد المساجد فالإمام بيقول ما ينفعش حد يعمل جماعة لما يستأذن من الإمام بتاع المسجد. يعني يدخل يصلي إماما قبل الإقامة في المسجد؟ لا، يعني في صلاة العشاء، يعني في شهر رمضان كنا مصلي العشاء وخلصنا وقت مع مجموعة عملت إمام وعملت مجموعة ورانا، يعني بعد ما خلصنا صلاة العشاء فهو الإمام ما ينفعش حد يعمل مجموعة ثانية ويصلي جماعة ثانية إلا لما يستأذن إمام المسجد. جماعة ثانية إلا بعد أن يستأذن من إمام المسجد. حاضر. والسؤال الثاني يقول ان ما ينفعش واحد يجي كده اول ما يخش الصلاه يصلي ورا اي حد، لان يقول الصلاه بنيه الامام. يعني اذا الواحد خش المسجد وصلى ورا واحد مثلا بيصلي السنه وكده بيقول ما ينفعش، لازم يتاكد انه ده بيصلي الفرض. واضح. حاضر. لان الصلاه بنيه الامام. شيخنا هيجيبك ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا. لو سمحت كنت عايز اسال سؤالين. اتفضلي. دلوقتي والدتي كان عليها ايام ما صلتهاش زمان وهي صغيره، تمام؟ نعم معاكي. دلوقتي هي لما بتيجي تصوم بتقول يا رب يعني انا عايز
يوم هصومه ده من الايام اللي ما كنتش صمتها زمان عن جهل يعني، فهل ده كده صح ولا هي لازم تنوي كل يوم بيومه ان ده يوم فرض فاتها زمان؟ هي بتنوي ايه بالضبط؟ نعم، يعني هي اثناء صيام ما عليها ماذا بتنوي ايه النية ما هي؟ هي ما بتنويش لليوم من قبل اليوم بيومه، لا بتقول يا رب اي صيام اصومه ده من الايام اللي فاتتني زمان. حاضر تمام. وهل الصلاة والوضوء لازم انوي واستحضر النية صلاة يعني اقول في سري مثلا بدون ما تلفظ بالنية ان انا دلوقتي راح اصلي مثلا صلاة الظهر بتاع وجه الله، ولا مش الموضوع ده خلاص معروف ان انا راح اصلي الظهر وخلاص انا راح اتوضى وخلاص؟ حاضر تمام. ورجاء اخير بس توجيه نصيحة للاخوات اللي بيتصلوا على اكتر من قناة نفس الفتوى وبيتحايلوا على المشايخ وبيتصلوا في الفتاوى بالنهار وبالليل عشان ياخدوا فتوى تحلل يعني بالحلال اللي على مزاجهم، وجزاكم الله خير. وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. أهلا مرحبا أخي كريم، تفضل. ربنا يعزك ومن الله يبارك فيك. وإياك. سؤال يا بعد إذنك ومن الله. تفضل. أول سؤال، أنا كان ربنا ما أكرمنيش بذرية إلا بعد 6 سنوات، ثم بعد ذلك أكرمنا ربنا بأنس الحمد لله يعني. فأثنيتي كده وهبته لله، قلت اللهم إني وهبت ولدي هذا لله ورسوله، هل ذلك يجوز في الشرع؟ السؤال الثاني، اتفضل. السؤال الثاني، انا ملتزم وقعدت فتره ملتزم وبعد كده قصرت، وبعد كده والمشكله ان انا تارك اللحيه يعني. ف تقصيرك للحيه ولا للطاعه عموما حبيبي؟ الله يسعدك. للطاعه. انا 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 انا, أنا ملتحي بس انا مقصر في الصلاه يعني، وفي بعض امور دي وفي بعض الطاعات. حاضر. سؤال تاني، حته كم طلاق كده وبعض مشايخ افتوني فيها بال ما بتت... معلش انا اسف، حلفت كم طلاق كده مش هتبقى مفهومه يعني، قول انا قلت كده كم مره. قلت عليا الطلاق ان افعل مثلا كذا وفعلت. كان في نيتك الطلاق في كل مرة؟ لا 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 لا، لم يكن في نيتي الطلاق إلا في مرة واحدة، وهي ساعتها حلفت على زوجتي وقلت لها عليها الطلاق طب طالق ورحت المكان الفلاني. طيب ربنا يعفو عنك. ورحت المكان. طيب، وكانت في النية مرة واحدة بس. طيب شيخنا يجيبك. حاضر، في أمان الله. السلام عليكم. نعم شيخ كريم، كان معي بعض الأسئلة من أمس. فعدنا الأخت إن هي عايشة مع حماتها، وحماتها بتقول لهم امشوا، وزوجها اللي هو ابن الست الطيبة مش عايز يمشي رغم انه عنده شقة اخرى. فهل للزوجة ان تأخذ ابنائها دون رغبة الزوج واذن الزوج وتذهب الى هذه الشقة الخاصة بالزوج وتعيش فيها؟ شيخي الكريم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. من حق الزوجة ان تكون لها شقة مستقلة للزوجين، الا اذا اتفق الطرفان عند العقد أن تقيم مع أمه أو مع أبويه، ووافقت أو وافق وليها بموافقتها على هذا الشرط، فلا شك أن المؤمنون عند شروطه. لكن هي على الوصف الذي تقول، هل هو شارتها؟ طب نفترض أنه شارتها وهي وافقت ثم وجدت ضررا لا تستطيع أن تتحمله في الإقامة مع حماتها، وجدت ضررا شديدا والحماة تطردهم من البيت، إن كان الضرر يزال ففي هذه الحالة يجوز لها أن تترك وتذهب إلى بيتها المستقل والله، لكن بالمتفق يعني مع زوجها وبالكلام كده. زوجي مش عايز ينصرف ومش عايز يمشي من الشقة بتاعت الوالدة. فهي سؤالها هل لها أن تذهب إلى هناك دون رغبته ودون إذنه ورضاه؟ دون رغبته ودون إذنه ورضاه. طب هو لو ذهبت للشقة الأخرى يعني لن يذهب إليها زوجه؟ مسألة لابد أن يجلس مع الطرفين، ده قضاء، وأن يستمع قضاء إليهما، وتحل المشكلة يعني إيه على مرأة ومسمع من الطرفين. هل يعني في حديث بالمعنى شيخي كريم أن لو الزوج يعني في قرحة والمرأة الزوجة قبلت هذه القرحة تثاب عليها شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحست هذه القرحة في حديث كده ما أعلم أنه صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ما وفته حقه، لو كان جسد كل قرحة وهي لاحست هذه القرح ما وفته حقه، يعني من باب فضل الزوج. من باب فضل الزوج. نعم. لكن هذا من على سبيل ضرب المثل. ضرب المثل. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجه. لكن هذا من سبيل يعني لبيان فضل كناية فضل يعني. فضل الزوج يعني. كناية عن فضل الزوج. نعم. نعم. مش مقصود المعنى الحقيقي للكلام. نعم. جزاكم الله خير شيخنا الكريم. والله تعالى أعلى وأعلم. تعافكم الله بالصحة والعافية. الأخت طبعا الجمعيات إعلانات وليست تابعة لقناة الندى ولا قناة الندى تابعة للجمعيات، لكن الأخ المتصل يقول هل بناء المساجد أولى أن يتبرع في بناء المساجد أم يتبرع للفقراء وللأسر المحتاجة؟ شيخ الكريم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. على الإطلاق كحكم لا شك أن الصدقة الجارية في بناء المساجد هي دائمة وأعظم أجرا، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة ولو كمفحص قطاب، يعني مسجد صغير يعني بنى الله له بيتا في الجنة. لكن المسألة تكون بحسب الضرورة، يعني أنا لا أذهب لأبني مسجدا وأنا أجد حولي من لا يجد الطعام والشراب، فمن ناحية الحكم نقول المسجد في الصدقات الجارية أدوم وثوابه أكثر. لكن إن وجدت فيما حولي قريتي في بلدي أن الناس يجدون الطعام والشراب لا شك أن ذلك يكون أولى وقتها. جزاكم الله خير. ويا أخونا أيضا يسأل عن حكم من يخلل البلح التمر، يعني يستعجل أن يكون رطبا، فهل هذا فيه شيء شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من غشنا فليس منا، لكن يرجع في ذلك لأهل ده القاعدة يعني لأهل الاختصاص. إن كان التخليل اللي هو ذكره الأخ لا يؤدي إلى ضرر يقع على الإنسان، فأرى أنه هنا المسألة يعني لا شيء فيها، ويتعجل أن يكون رطبا حتى يباع. لكن إن كان في ضرر يقع على الإنسان لا شك أنه يمنع. نعم. جزاكم الله خيرا. ابن 20 عاما ولا يستمر في عمل، هل من حق الوالد الكريم أن يجهز ابنه للزواج شيخ الكريم، أم لابد أن يعمل الولد الأخ الكريم كي يجهز نفسه بنفسه؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الواجب على الأب باتفاق أن ينفق على أبنائه حتى يستطيع الولد أن يتكسب وتتزوج البنت، لكن هل يزوجه بعد أن يستطيع أن يتكسب؟ اختلف أهل العلم في ذلك، ففرقوا بين القادر وبين غير القادر. قالوا إن كان الأب عنده قدرة مادية وأيضا ينظر إلى حال الولد، والولد قد يخشى على نفسه الفتنة والأب عنده قدرة مادية، فقالوا يجب عليه أن يساعده أو أن يزوجه إذا كان عنده قدرة مادية. وفريق آخر قالوا هذا على الاستحباب، وأنا أميل إلى ذلك. جزاكم الله خير. استحباب أن يجوزه. أيوة. لكن كان عنده قدرة مادية. نعم. لكن ليس عنده قدرة خلاص لا يكلف الله نفسا. نعم. إلا وسعها. جزاكم الله خير شيخنا الكريم. الأخ محمد يسأل عن من فاته أكثر من واجب من واجبات الحج، هل يكون عليه أكثر من دم شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. من نسي واجب ترك واجبا من واجبات الحج فكل واجب مستقل، يعني من ترك مثلا لارتداء ملابس الإحرام من الميقات فهذا عليه دم، من ترك المبيت أيام التشريق بمنى فهذا عليه دم، يبقى كل واجب مستقل يبقى عليه دم لكل واجب تركه. نعم شيخ الكريم. هل يستلزم أو واجب على كل حاج أن يكتب وصيته قبل أن يذهب إلى الحج وفريضة الحج؟ نعم شيخ الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر لا يحق لامرئ مسلم أن يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسي. فصل العلماء فقالوا أن الوصية تكون على الوجوب إن كان عليه ديون وله مال عند الناس، فهنا يكتب وصيته حتى لا يضيع حقوق الناس ويضيع حقوق الورثة، فهذا على الوجوب. أما إن لم تكن له ديون فالوصية تكون على الاستحباب، فينظر أيضا في الحاج هل عليه ديون هل له أموال،
فيكتب الوصية هنا على الوجوب، إن كان غير ذلك فعلى الاستحباب. نعم شيخ كريم بارك الله فيكم. أخونا يسأل عن يعني لو في مثلا مجموعة أرادت أن تجعل جماعة أخرى في المسجد دون جماعة الإمام في الصلاة، هل لابد أن يستأذن الإمام قبل إقامة وإنشاء هذه الجماعة لتصلي شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الإمام والراتب وهو الإمام الذي عين من قبل الجهة المختصة أو ارتضاه الناس هو الإمام الراتب للمسجد، لا يجوز أن يفتات عليه، بمعنى أنه لا تقام الصلاة إلا بإذنه، ولا يحق لأحد أن يتولى الإمامة إلا بإذن النبي عليه الصلاة والسلام نهى، وقال يعني أن لا يؤمن الرجل في يعني معنى الكلام يعني أحدا في سلطانه إلا بإذنه، وهو سلطان هذا المسجد لأنه إمامه الراتب. انتهت الجماعة الأولى، انتهت الجماعة، ما احنا بنفرق ما بين جماعة، يعني في بعض الناس بيتعمد أنه يقيم جماعة ثانية، رأينا يعني هذا كثيرا. أيوة. ربما يتأخر في الدخول إلى المسجد. أيوة. حتى تنتهي حتى الصلاة، يصلي خلف الإمام، حتى يقيم الصلاة فيصلي هو الإمام. نعم. انت هناك من أهل العلم من قال إن الجماعة الثانية اللي هي مرتبة متعمدة قالوا ليس الصحيح، قالوا ليس الصحيح، فلكن اللي هي جماعة جاءوا متأخرين وصلوا جماعة هذا لا شيء عليه، فنفرق بين المتعمد وبين غير المتعمد، لكن طالما الإمام الراتب موجود يبقى لا لابد أن يستأذن للإمام لو أن أحدهم أراد أن يصلي يوكل هو أو يأذن هو الإمام، والله أعلم. نعم شيخ كريم. الأخ أيضا يسأل عن من كان يصلي السنة، فهل لمن أراد أن يصلي خلفه الفريضة أن يدخل والإمام بنية السنة والمأموم بنية الفريضة شيخ كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، اتفاق النيتين بين الإمام وبين المأموم. عندنا حديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي العشاء خلف النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب متأخرا إلى مسجد قومه فيصلي بهم، هو يصلي نافلة له، إذا نيته أنه كان يصلي نافل وهم يصلون خلفه الفريض. نعم شيخ الكريم، الله أعلم. جزاكم الله خير دكتور متولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا يا أختنا، تفضل. من فضلك كان عندي سؤالين. تفضل. هو السؤال الأول إن أنا كنت أنا وأختي مفروض طالعين نزور يعني أخواتنا في أمريكا، ولازم أعمل انترفيو مع السفارة، وكل اللي حواليا بيقولي يعني إن أنا أخلع النقاب في المرحلة دي لأنه إلا لهاخد رفض، فكنت عايز أعرف هل يجوز دي ضرورة إن أنا أقلع فيها النقاب يعني؟ والسؤال التاني إن أنا دايما يعني زمايلنا في الجامعة دايما بيقولوا مثلا، أنا كنت عايز أعرف الرد على السؤال ده. اللي هو ليه في إيماء في الإسلام مثلا، إزاي مثلا لو هنفتح بلد تانية أو أي حاجة، إزاي فكرة إن يبقى فيه أما ليها بيت وزوج أولاد تبقى ملك الشخص تاني، ملك يمين يعني. طيب حاضر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضل. كيف حالك يا شحمة؟ في نعم والله الحمد لله رب العالمين، الله يرضى عنك، الله يحفظك. هات السؤال الله يرضى عنك. السلام عليكم. ورحب بك فضيلة الشيخ. يا رب يسعدك ويبارك في عمرك، تفضل يا فندم. هات السؤال. وطي التلفزيون واتكلم التليفون، الله يرضى عنك ويبارك في عمرك. نعم حاضر. ما عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت. أيوة نعم حبيبي، لا تسمع نفسك حتى لا تستبطئ في الكلام، وطي التلفزيون تماما واتكلم من الهاتف واسترسل في حديثك. نعم فضل. بالنسبة لزكاة الفطر، لو أنا مثلا أخرجت عن خمسة أنفار 75 جنيه وأردت أن أنا أشتري بهم مواد غذائية وأوزعها، هل يجوز ولا لا يجوز؟ طيب حاضر. السؤال الثاني، لو في قديمة يعني مدفون فيها ناس من زمان ممكن 25 سنة، ومثلا الظروف ما تسمحش ان الواحد يشتري مقبرة جديدة، فهل يجوز ان هو يجنب الرثاء في جانب المقبرة ويدفن فيها الجديد، او ماذا يفعل؟ حاضر، الله يرحم الجميع. حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا يا أختنا، تفضل. أهلا، لو سمحت يا شيخ عندي أربع أسئلة معلش. أيوة نعم، تفضل يا فندم. أول سؤال، هل المرأة عليها غسل إذا احتلمت؟ تاني سؤال، هل يجوز إن لما حد يغتسل اغتسال جنابة أو حيض أو أي حاجة إن هو ممكن يستعمل الصابون أو الشاور الأول ويغتسل اغتساله العادي وبعدين يغتسل من الحيض أو الجنابة؟ واضح. السؤال الثالث، السؤال الثالث، هل المصلية أو سجادة الصلاة لو عليها صورة الكعبة يجوز إن احنا نصلي عليها؟ حاضر. السؤال الأخير، إيه حكم التشقير؟ أرجوك يا شيخ قول لي على طول بالله عليك، يعني أنا عارف إذا كان يجوز أو حرام أو حلال، يعني أنا عايزة أعرف معلش. حاضر، أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غدا يقولون أنه سيكون هناك خسوف للقمر. شيخ الكريم، صلاة الخسوف سريعا الكيفية، ولو الإنسان منفرد يعني ليس في جماعة، هل له أن يصلي هذه الصلاة وحكمها؟ طبعا نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كسفت الشمس في أيام النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، فصلى الخسوف مرة واحدة صلى الله عليه وسلم، وقد كسفت في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا كسفت الشمس وفاة إبراهيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس صحح لهم العقيدة وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، كانوا في الجاهلية يقولون ذلك، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وإلى الصدقة وإلى ذكر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف، لها طبيعة مختلفة، ركعتان، يقرأ الفاتحة ويقرأ ما يستطيع من آيات الله سبحانه وتعالى، يطيل بعض الشيء ثم يركع ويقوم من الركوع، يقرأ الفاتحة مرة ثانية ويقرأ أيضا ما تيسر له من القرآن أقل من الركوع الأول، يبقى الركعة الأولى فيها ركوعان. نعم، ثم قيامان وركوعان. قيامان وركوعان، ثم يسجد السجود كالصلاة العادية سجدتين، ثم يقوم للركعة الثانية فيفعل ذلك أيضا، يعني يقرأ ويطيل في القراءة ثم يركع ويطيل في الركوع ثم يقوم ويقرأ الفاتحة. الركوع يكون أقل من القراءة، يقرأ مرة أخرى الفاتحة وما تيسر له من كتاب الله ويطيل ثم يركع ويأتي بالركعة الثانية على نفس هيئة الركعة الأولى، لكن الركعة الثانية تكون أقل من الركعة الأولى. فإذا انجل القمر فبها لا يشترط أن يظل يصلي، يقولون أن القمر سيظل ثلاث ساعات فلن يصلي، يعني إيه إلا لو عندهم قدرة يعني أنهم يصلون ثلاث ساعات، لكن هو يصلي ويستمر في الذكر وفي التسبيح ويتصدق الإنسان في هذا الوقت. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيان أن هذه آية من آيات الله، لا يراك الله سبحانه وتعالى على معصية في هذا الوقت، لا يراك على معصية، إنما يراك على طاعة، وهي تصلى جماعة وهي سنة مستحبة، وإن صلى الإنسان بمفرده فهو جائز. والله أعلم. جزاكم الله خيرا دكتور متولي، وحفظكم الله من كل مكروه وسوء. وإياك. تقول أمي عليها أيام منذ الصغر، النية في هذا الشأن شيخ الكريم، هل لابد أن تعين النية قبل الصيام أم أنها تقول كل صيام أصومه فهو من الأيام التي لم أصومها من زمن؟ نعم شيخ الكريم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي نوت نية مطلقة أن كل ما تستقبل من صيام هو ما عليها، فأرى أن ذلك خلاص المسألة هي كده عقدت العزم أن كل صيام ستصومه مما عليه. إن جددت النية كل صيام خروجا من خلاف أهل العلم من تعيين النية قبل كل يوم، فإن جددت النية فبها، إن لم تجددها طالما هي عقدت العزم على ذلك فأرى أن ذلك جائز. نعم شيخ كريم، استحضار النية قبل الصلاة أو قبل أي عمل دون التلفظ، هل لابد أن يستحضر الواحد منا النية في نفسه يعني أم ماذا يفعل؟ أم هو معروف أنه قائم يصلي صلاة السنة القبلية للظهر؟ ماذا يعني إن صح السؤال؟ نعم أو فهمي للسؤال. أيوة نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لابد لكل عمل من نية، والنية شرط لصحة العمل، والنية محلها القلب لا يتلفظ به. فأنا عندما أقوم لصلاة الراتبة لا شك أني عقدت القلب أني سأصلي راتبة الظهر، عقدت القلب على ذلك. عندما أصلي الظهر لا شك أني عقدت القلب على أني سأصلي صلاة الظهر، لكن أن أدخل كده أصلي دون أن أعقد القلب على شيء، هذه صورة مستبعدة يعني. جزاك الله خيرا.
الأخت نكأت جرحا قديما جديدا، وهذا ملاحظ ومشاهد، كثرة التردد على المشايخ في البرامج، وأنا أشاهده في البرنامج أحيانا من بعض الطيبين الذين نحسن بهم الظن، ربما يكثر الاتصال على أكثر من شيخ في نفس البرنامج، والأخت توسعت فقالت لأنها تتابع بل على أكثر من شيخ في أكثر من قناة ليحصل على فتوى يريدها بعينها. نعم شيخي الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة عايزة تريد تحتاج إلى تفصيل. نعم. بمعنى أن هناك مسائل يكون الخلاف فيها معتبر ما بين أهل العلم والخلاف سائغ، فهي الذي يسأل سأل يعني أحد طلبة العلم أو أحد الدعاء أو أحد العلماء في المسألة فقال له رأيا، والخلاف سائغ وبين أن المسألة فيها خلاف، فأرى أنه لا مانع طالما المسألة فيها خلاف معتبر أن يسأل أيضا يعني إيه عالما آخر ذات السؤال حتى يعني يتيقن قلبه أو يكون عنده راجح فيما يفعل طالما الخلاف معتبر. أما الذي يسأل من أجل أن يتحصل على رخصة وأن يتتبع رخص العلماء فهذا نهى عنه العلماء، وقال غير واحد من أهل العلم من تتبع رخص العلماء فقد اجتمع فيه الفسق كله كما قال ابن حزم وغيره. فهناك فارق بين مسائل الخلاف فيها معتبر ومسائل أنا ليس فيها خلاف معتبر وإنما أنا أسأل من أجل أن أتحصل على رخصة. بالمسائل الخلافية الخلاف فيها معتبر فأنا أتدين إلى الله سبحانه وتعالى بأن أسأل الأعلم وأن أسأل الأتقى وأعمل بفتوى والله أعلم. طب إن كنت أظن أن الشيخين ما شاء الله على تقوى وعلى علم وسمعت منهما أو سألتهما وقال هذا في الخلاف يعني الذي فيه تنوع المعتبر، نعم. المعتبر رأيا والآخر تبنى رأيا آخر، ماذا أفعل؟ هنا زي ما أنا قلت لحضرتك أنه هي تأخذ برأي الأعلم الأعلم ويعني في الظاهر كده أنه يعني يعمل بعلمه في الظاهر، الله أعلم بالباطن، تأخذ برأي الأعلم لكن أو تأخذ بالأحوط ولا هل يقدم الذي ينفي عن الذي يثبت؟ لا، نشوف مسألة التضييق في كل الأمور هذا ليس من العلم، إنما العلم الرخصة المعتبرة من عالم يعني فاهم لما يقول، إنما أن أقول على كل شيء أضيق فيه وأقول الأورع والأحوط لا، إحنا لا نفتي بالأحوط في كل المسائل ده يعني إيه مطية الجهل ويحسنه كل أحد. إنما نقول بالأحوط إيه التحريم يحسنه كل أحد. يحسنه كل أحد. نعم. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال أن التضييق أو المنع يحسنه كل أحد لكن لا يحسن الرخص إلا عالم. فنقول المسألة فيها بسط وفيها توسع، ولا والقاعدة المقررة عند أهل العلم لا إنكار في مسائل الخلاف. يعني كانت أختي بتسألني عن مسألة البنوك الإسلامية وذكرت لي أنها تعتنق رأي الشيخ مصطفى العدوي في عدم جواز التعامل مع البنوك الإسلامية مع كل البنوك. الشيخ يعني هو كان السؤال عن البنوك الإسلامية وقالت أنا أعلم أنك تقول بالجواز، أنا قلت لها من حقك أن تعتنقي ما يراه الشيخ وهذا راجح لديك خلاص، بس لا إنكار علي طالما المسائل خلافية، من المعلوم أنه لا إنكار في مسائل الخلاف والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الأخ ربنا رزقه بعد السنوات الذرية، أسأل الله أن يبارك له في ذريته اللهم، لكنه قال هذا هو السؤال أنه هو وهبه، قال وهبت ولدي هذا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فما حكم هذه الهبة؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه نذره، لكن أنا أنصحه أنت يعني إن شاء الله تؤجر بالنية. نعم. أنك لا تستطيع أن تحمل ابنك على ما تريد، وعندنا تجارب، يعني أنا لي أخ صديق كان لما رزقه الله بذكر على بنات فقال إني أهبه لله سبحانه وتعالى أن يعمل في العلم وفي الدعوة، وخرج الابن ليس له علاقة بالعلم ولا بالدعوة ملوش دعوة. أيوة. فنقول إنه الإنسان يعني لا ينذر، والنذر في أصله مكروه، لا ينذر فيما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في لا نذر في معصية ولا على من يستطيع الإنسان، أنت لا تستطيع لكن أنت تبذل الجهد في تربيته وفي تنشئته، لكن الحقيقة الذي يربي هو الله سبحانه وتعالى.
نسأل الله أن يربي لنا أولادنا وأن يهديهم وأن يصلحهم وأن يبارك في أبناء المسلمين وبنات المسلمين اللهم في المسلمين جميعا. نعم شيخي كريم، الأخ يعني أصلحنا الله وإياه يقول في كل مرة يحلف على زوجته بالطلاق، أو يقول حتى لو الزوجة مش موجودة علي الطلاق ما نفعل كذا، ويفعل في كل المرات لا ينوي الطلاق وهو أمين أن أحسبه كذلك ولا نزكع الله. قال إلا في مرة واحدة كانت في نيتي أو كان في نيتي الطلاق، فما حكم هذه الأيمان؟ نعم شيخي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا الحلف بغير الله سبحانه وتعالى كبيرة من الكبائر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستغفر، لأنه يستخدم الطلاق كقسم ولا نقسم إلا بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، فهذه كبيرة من الكبائر. يتوب إلى الله أولا، ثانيا لا يكسر الحلف بالطلاق، لأنه مسائل كل مسائل الطلاق معظمها خلافي. يعني إذا كنا نقول أن الفتوى أننا ننظر إلى النية في الطلاق المعلق، فهناك من قال وهم الجمهور لا ينظر للنية في الطلاق المعلق، فأنت تعرض حياتك الزوجية لمسائل خلافية، فأنت ارتكبت كبيرة من الكبائر، حلفت بغير الله وحل استخدمت الطلاق وفي غير موضعه، وعرضت نفسك لخلافات أهل العلم. وثالثا هذا لا يجوز وليس من الأخلاق الحسنة أن تستخدم الطلاق وأن تقول علي الطلاق أنت طلق كذا وطلق كذا وطلق كذا. طبعا بعيدا عن أخينا المتصل، أنا لا أقصده بعيني، أنا النصيحة للجميع من باب التوسع. هناك من يعيش يأكل ويشرب وينام ويبيع ويشتري بيمين الطلاق. أيوة نعم، نسأل الله العفو والعافية. أيوة نعم. وهو بقى يعني إيه يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه هذا الذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب استعيد به. ده ناس بعضهم شفنا وبنسمع أما يقول يحلف بالله يحلف بالله هو كذاب، فتقول له يحلف بالطلاق ما يحلفش بالطلاق، أو يحلف برحمة أبوك ما يحلفش برحمة أبوك، يعني يكذب عندما يحلف بالله. لا يجوز الحلف بغير الله. طبعا لا يجوز. نعم. لكن أنا أرى يعني نحكي الواقع الموجود. صحيح. بين الناس، فصار الحلف بالطلاق وبين حتى غير المتزوجين، يعني الشباب مش يقول عليها الطلاق عليها الطلاق. فأنا أقول للأخ إنه الفتوى في الطلاق المعلق أو عليها الطلاق اليمين الطلاق أن ينظر فيها إلى النية، كنت تقصد أن تهدد أو تؤكد أو تحث أو تمنع فعليك كفارة يمين كل مرة. إن كنت كل مرة إن كنت تقصد حقيقة الطلاق فالطلاق واقع. وقالت هذا كنت أقصده في مرة واحدة وقع فوقعت. رد زوجته يا زوجته، الباقي بحسب النية الذي يقول أنه لا يريد الطلاق عليه في كل يمين كفارة يمين مع التوبة، لكن على ما قدمنا في المقدمة. جزاكم الله خير، مهمة من هذه. نعم. الكبائر التي يرتكبها. نعم شيخ كريم، سريع الوقت يداهمنا، أسأل الله أن يبارك في الوقت المتبقي. الأخت ستسافر هي وأختها لزيارة إخوات يعني إخوانها وأخواتها في أمريكا، خلع النقاب في هذه المرحلة حتى تأخذ التأشيرة، فهل لها أن تصنع هذا شيخ كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما الضرورة في سفرها لإخواتها في أمريكا؟ نريد أن نسمع حتى نقول هل هذه ضرورة أم ليست بضرورة، نريد أن نسمع. يعني لو الأخت تأخذ التليفون وتسألني فنريد أن نسمع ما هي الضرورة حتى نقول تقدر الضرورة بقدرها، لكن على الإطلاق كده لا نستطيع أن نكتب. صلة الرحم مثلا لو كانت لصلة لا، صلة رحم هؤلاء في أمريكا مسافة بعيدة جدا وليست مطالبة أن تسافر لأمريكا حتى تصل أرحمه. تمام. إذن الأخت الفاضلة تأخذ رقم فضيلة الدكتور متولي البراجيلي وتتواصل معه على هاتفه. نعم شيخي كريم. نعم الأخت تقول الزملاء في العمل يسألون عن يعني لماذا ملك اليمين، وهل في الإسلام ما يسمى بملك اليمين الآن أم أن هذا الأمر انتهى؟ لو مثلا افترضنا جدلا أن المسلمين مع غير المسلمين وهناك هذه الحرب، فهل السبايا يكونون ملك يمين أم هذا ليس له واقع في حياتنا؟ نعم شيخ كريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاء الإسلام وجد أمرا واقعا عند الناس في الجاهلية، فوجد العبيد ووجد الإماء فوجد ذلك، فالله سبحانه وتعالى عالج هذا الأمر أو شرع هذا الأمر بالتدريج. ففي الكفارات يعني أمر بعتق الرقاب سواء للذكر أو للأنثى، حس على المكاتبة، والمكاتبة أن يحرر العبد أو تحرر الأمة كبريرة،
يشتري نفسه ويحرر نفسه، وحث على عتق الرقاب دون شيء. حتى حكيم بن حزام رضي الله عنه يعني أعتق 360 عبدا لله بدون كده شيء. فحث المشرع على يعني تحرير العبيد. لكن هو المسألة أنه مسألة كانت بالتدرج، فعالج المشرع هذا. ملك اليمين هذه لا تكون إلا في حرب بين المسلمين وبين الكافرين، فتأتي هذه المرأة تكون سبي من السبايا. طيب ماذا المشرع يعني بيّن أنه ماذا تفعل فيها؟ يعني تنكحها هنا بما شرع الله، كما شرع النكاح شرع ملك اليمين، فالذي شرع النكاح شرع ملك اليمين، فهنا أن تنكحها وتكون خاصة بك أنت، ما تكونش متزوجة يعني. لا، ما خلاص هي كانت متزوجة لكافر وهي سبيت، ليس خلاص. بس هذا الآن في, في, في الواقع مش موجود. هو احنا بنقول هل هذا التشريع يعني كان في أيام ونسخ؟ لا لم ينسخ. ملك اليمين باقي. بس أين المسلمون الذين يحاربون الكافرين وأخذون منهم سبايا؟ هذا شيء يعني في واقعنا صار ضربا من الخيال. لكن نقول إنه مسألة ملك اليمين شرع من شرع الله سبحانه وتعالى في سبايا الحروب، أن الرجل كأنه يتزوجها فينكحها بما يسمى ملك اليمين، فإذا ما حملت وأنجبت انتقلت إلى مرتبة أعلى وتسمى أم ولد، ولا يجوز أن تباع ولا تشترى ولا يفرق بينها وبين ابنها، وتعتق عند وفاة سيدها، تصير حرة. ثم حس على أن يتزوجها، يعني أنت علمها وتزوجها. والنبي عليه الصلاة والسلام صفية بنت حيي بن أخطب ما كانت من السبايا، ويعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن ينكحها بملك اليمين شرعا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. زكاة الفطر، أخي يسأل، لو خمسة أفراد هو يقول يعني معه 75 جنيها، فهو حولها إلى يعني مواد غذائية ووزعها، فهل له أن يصنع هذا شيخي الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج زكاة الفطر من المطعومات، يعني كنا نخرج زكاة الفطر في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عمر وغيره، وأبي سعيد الخدري كذلك، صاع من طعم أو من شعير أو من تمر أو من أقط اللي هو اللبن المغفف. فكان الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج المطعومات، والجمهور على عدم جواز إخراج القيمة، وجوز الحنفية إخراج القيمة. فالأخ يسأل أنه معه من سيحوله إلى الأصل، إلى الحبوب، فأنت يعني أنت خرجت من منقلب جواز القيمة هم الحنفية إلى ما عليه الجمهور أن القيمة غير مجزئة في زكاة الفطر. نعم شيخ كريم، لو الأخ يقول لضيق المال اشتروا مقبرة قديمة، يعني المدفونون فيها منذ زمن ربع قرن، 25 عاما، فهل لهم أن يجنبوا العظام والرفات ويدفنون فيها من جديد شيخ كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأصل أن المقبرة إذا دفن فيها أحد المسلمين صارت موقوفة عليه، يعني الأصل أن لكل واحد قبر، إما لحد وإما شق، ولا يدفن معه غيره، لكن الضرورة تقدر بقدرها. إن كان هناك ضيق في أماكن المقابر، رغم أن بلاد المسلمين كلها صحراء، الغالب فيها الصحراء، لكن نقول تقدر، نفترض الصورة دي تقدر الضرورة بقدرها. ففي هذه الحالة نفترض أنهم لا يملكون مالا لشراء مقبرة جديدة والمقبرة قديمة، فيعني بهدوء وبرفق كأنه يتعامل مع حي، يجنب يعني الموتى القدامى في مكان ولا يضع بعضهم فوق بعض، ويستخدم المكان الآخر، والله أعلم. الله يرحم الجميع، صلى الله يلحقنا بهم على خير، آمين يا رب العالمين. المرأة، هل المرأة يعني إذا احتلمت يكون عليها الغسل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا سألت أظن أم سليم، سألت النبي عليه الصلاة والسلام هل على المرأة غسل إذا رأت الماء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، هي كالرجل تماما، إذا رأت الماء فعليها الغسل تماما كالرجل. نعم، جزاكم الله شيخنا الكريم. إذا أراد الرجل أو أرادت المرأة رفع الجنابة واستخدم أو استخدمت الصابون أو المعطرات، هل هذا يفسد الغسل أم جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من شروط الطهارة وإزالة الجنابة أن تكون بالماء الخالص، ماء القراح غير مختلط بالصابون. فهي ماذا تفعل؟ لا مانع أن تغسل جسدها بالصابون أو بما شاءت، ثم بعد ذلك تغسل جسدها بالماء الذي لا صابون فيه. نعم. لأنه من شروط الطهارة، شروط الماء أن يكون غير مختلط بصابون. تمام. الماء الآن الناس يستخدمون الدش، تمام، والوسائل اختلفت، تغتسل بالصابون أولا ثم تغتسل بالماء. تمام. اللي هو الماء يزيل هذا الصابون، يزيل كل هذا. تمام، جزاكم الله خيرا. خير من شيخي كريم دكتور متولي. حكم التشقير. نعم. يا الأخت بتقول أنا عايز رأي واحد. لا تقل لي أن المسألة فيها خلاف، أتريدين رأيي؟ يجوز التشقير إن شاء الله. يجوز التشقير إن شاء الله تعالى. نعم شيخي كريم فضيلة الدكتور متولي الورجيلي، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم، ربنا يبارك. وأشهد الله أني أحبك في الله، أحبك الله بزحك. ويعني هذه المجالس غالية عندي، صلى الله عز وجل أن يجعلها في ميزان الحسنات، ربنا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، الله وأن يستعملنا الله وإياكم في خدمة هذا الدين. اللهم آمين. آمين يا رب العالمين. والمسلمين والمسلمات، المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.